أرحبوا يا الجمهور، اليوم ضيفنا وضيفكم جاب العيد، ومو أي عيد، عيد 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 عيد. تبغون تعرفون شلون جاب العيد؟ تعالوا معنا. أول شيء حابين نرحب فيكي ونقول لك أهلا وسهلا في السعودية. طبعا هذه مو أول مرة تجيني السعودية. حبيبتي هلا فيك، وطبعا هذه مو أول مرة، أنا زرت السعودية أكثر من مرة، وإن شاء الله بعد هذه مو آخر مرة، إن شاء الله كل مرة تكون. إن شاء الله يا رب. طيب في البداية حابين نقول لك يعني صمود عادي ولا أستاذة صمود؟ مثل ما تحبين. طيب خلينا شوي نتكلم عن الصالون اللي افتتحتيه. هل هذا نعتبر انك خايفة انت من المستقبل، انه اوكي ممكن الحين ينادوني بكرة ما ينادوني في عمل، انه خلاص يلا؟ خصوصا يعني انا كفتاة مع كل احترامي، يوم كنت لابسة شيء اخضر لونه او كذي ما عجبني ابدا ابدا، يعني حسيت انه اوكي حفتح صالون. انا لابسة شيء اخضر؟ اي شيء زي كذا ما ادري. انت ما عجبك؟ لا يعني انا كبنت مستحيل البسه، حسيت انه تو ماتش، يعني مرة كثير اوفر. صاحب يعني انت تعتبر نفسك فاشينيستا؟ لا انت حقك، بس انت منو قالك ان انا ذوقك يعجبني؟ المفروض انت تقرين التعليقات، قرينا اكثر التعليقات. لا. قالوا هيلقي يعني اتس نوت نايس. اي انت منو قالك ان انا ذوقك يعجبني؟ يعني عادي، مو شرط مثل ما انت مو عاجبك ذوقي انا بعد ذوقك ما يعجبني. اي بس مو انا، يعني اكثر التعليقات يوم قريتها كلها كانت هيلقيه هيلقيه هيلقيه. خليك متاكده اني انا اي شيء انزله في الانستغرام انا يكون عاجبني 100%، ولا كان ما نزلته، فما انطر اي شخص يقول لي مو حلو او حلو. هذا شيء. شيء ثاني، لو 90% مو عاجبهم 1% عاجبه، انا عشان 1% هذا بلبس. اي بس الحين احسك كانك فاتحته بس خساره بصراحه. لا اعوذ بالله منك، ليش خساره؟ هذا الاتهام اللي بعده، انك انت مغروره، انك انت معروف انك يحق لك على شنو؟ ما له داعي اشرح. صدقت الحين لما يقولون لك برينسات الخليج على فكره، او برنسس برينسات على فكره، انا بقول لك شيء، الحين لو يقولون لي برينسات انه مثلا صمود تشبه لك، راح تقول مين اصلا الصمود؟ انا بقول لك شيء، الحين لو يقولون لي برينسات انه مثلا صمود تشبه لك، راح تقول مين اصلا الصمود؟ فانا ابي افهم. عارفين احلام مضرب احلام شنو قالت؟ قالت اللي ما يطول العنب حامض عنه. يقول انتي واحده من هذيلي. انتي ما بديتي عقلك انه اذا ما جلقاء. لا لا شغله يا ماما، انتي انا ما اشوفك مذيعه، وانتي كل اللي لابسته مو عاجبني، انا ما اشوفك مذيعه. انا واحده، انا كذي سوري ما اقدر اطلع، انا وايد هاديه، وايد ما احب اللويا والهدره. انتي ترى الواحد مو كويس انه يحمد نفسه، ما يحمد نفسه. تحمدين نفسك كثير انه انا وانا وانا انا وانا وانا، وغصب عن اللي ما يرضى. انا ما اطلع. مين انت كذي؟ انا صمود الكندري. من الصمود يعني؟ روحي سألي من الصمود الكندري. شايفة شلون تقولي روحي سألي؟ ايه ليه روحي سألي؟ ليه اتعب نفسي؟ انتي ما انتي جالسة قدامي؟ ما بنسوي لقاء، خلاص ما بنسوي لقاء. استاذة معلش عشان تفضل. لا جد انا ما احد كذي، يعني يعني خلاص خلت اسكت وتسالوا اسئله يا اخي، الواحد يرد عليها. انا يعني انت تحبين الاسئله اللي اسالوني كذي واسالوني كذي وما ادري شنو؟ لا تكلمي معي، لان انا طلعت عن طريق راح تشوفين وجه ثاني. انت للحين ما شفتي، للحين هاديه. يا شوفي ترى بقول لك شغله حبيبتي، هذا لا يطلع. قولي قولي عادي، بفيدك. سهل الواحد يصير قليل ادب، بس صعب الواحد يصير محترم. انتي قليلة ادب. مين اللي غلط في البدايه؟ هي غلطت صح؟ انا قاعده اسال اسئله عاديه. طيب معلش نغير المحور ارجوكم. اوكي طيب اوكي. لا حبيبتي سوري، لا والله حبيبتي شوفوا صرفة، يا انكم تشيلونها يا ان انا ما اقدر اكمل لقاء شذي. طول اللقاء قاعدين هذه ما تعرف تسولف. هذه وظيفتك، تمسكي لي المايك طول اللقاء.
انت دورك واحدة قلتي كويتية جاية سعودية، يعني انا وش دخلني، انا كنت واحدة سعودية في المسلسل. بس كملي. مني غارون نصيحة، لا تغنين ابدا ابدا عشان المشاهدين يشكون. او ماي جاد، اوكي الحين عرفنا انه ما عندك مستقبل في الغناء. ودوم قاهرتهم من اولهم لاخرهم، هذه الاغنية حقك. القرب عين الغزال، اوكي كملي. يا قربة لا سبقتك، ما يصير سبقتك. واو ترى انت من العصبيه، العرق طالع ذا، وش في؟ لا مو العرق عادي، ريلاكس ريلاكس مو طالع، ريلاكس بس انت ريلاكس. انا فهمت ريلاكس موضوع شنو توتش اول مره مذيعه. شيء ثاني، ما انا صريحه مسلسل. دقيقه صريحه الجزء الاول صريحه صريحه، متنرفزه ومن قهرتش اني ماخذه ريلك منك. ايش فيك؟ لا ترى انا عادي واضحك واتغشمر، بس مو من جوا الواحد لما يموت غيره كذا. بس هذا كله طلعتيني من طاري. وين؟ يا اقوم اشيل الطاوله واكفخك فيها وامشي، يعني بشيلك بقلعك برا واكمل اللقاء. عندك سؤال لها؟ مو هي مستعجله وما ادري شنو. سكتي يا خلي اخلص، والله متاخره. يلا طيب بسرعه اجوبتك، لو ما تمطي فيها كان خلصنا. وينك على مطي وجهك. كلمة أخيرة يقولون، مع كل احترامي قبل المكالمة الأخيرة، دائما يقولون إنه إن كل الممثلات ما شاء الله فيهم قابلية إنه ما شاء الله they're down to earth، لكن أنت اللي oh OMG oh my god أنا oh my god you speak English oh my god oh my god wow very nice. هاي نسيمة الحبيبة. إيه طبعا. طيب بس شيليها باللغة الإنجليزية وخليها نسرع، قولي لها كلمتين لجمهورك. ليش انضغطتي؟ لا والله لا، والله وجهك حمر. امشي. طيب أستاذة كلمة لجمهورك. جمهوري أنا أحبكم وايد وايد. طبعا هذا اللقاء أول شيء أحب أقول إن أنتوا يمكن قاعد تشوفون صوتي وطريقتي يعني مو متعودين عليها، ولكن هذا اللقاء في إبليس في شيطان. طبعا حابين نشكرك استاذه لانك كنتي معانا في برنامج جاب العيد. يعطيكي الف عافيه. هذه كاميرا خفيه، كاميرا خفيه وبرنامج جاب العيد، وانتي جبتي العيد. جبتي العيد، طلعناك عم جبتي العيد خلاص. تدرين انتي أول شيء أحب أقول لكم إن أنا كنت قاعدة أصور في اللوكيشن ويو حنوا علي عشان هذا اللقاء، وتوقعت إن اللقاء صجي مع إن هذه استفزتني وايد، بس حسيت إن في مغلب، بس بعدين قلت لا مستحيل لأن الحين ما حد قام يسوي مقالب، بس ما شاء الله عليها شاطرة وجبت العيد أنا. وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. انتظرونا بكرة بضيف جديد ومقلب جديد وبنشوف مين بيجيب العيد. عادي أنا زفيت منك كثير اليوم. لا مو زفيتي، بس أنا كلش ما توقعت. لا انت وايد 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 شاطره، لان انا ترى ما اتنرفز نهائيا، معروفه انا اي شيء يضحكني يعني اضحك. انت خليتيني اضحك اليوم. لا استفزيتيني ونرفزتيني.